علشان نحلل الأداء الحركي للطفل اللي بيحاول يقف على رجليه أول مرة، لازم أول حاجة نلجأ إليها توزيع مجسات الحس في الأطراف وفي الجلد في الجسم كله. لو بصيت كويس على الام ار اي بتاعة الايدين هتلاقي ان البي اللي على اليمين ده تصوير سطحي للجلد، لسه ما دخلناش تحت الجلد. تصوير الام ار اي بتاخد شرايح شرايح للجلد وبتزود العمق، بتاخد شريحة تانية وبتنزل جوه وبتزود شريحة تانية. بصيت على اليمين هتلاقي فيه حوالي 6-7 مجسات اللي هم نقط البيض اللي بين الأصابع والكف، وفي شوية مجسات بين الأصبع الكبير والكف. لو بصيت على ايه الصورة الشمال هتلاقي في تقريبا مئات من النقط البيضاء. النقط البيضاء دي هي مجسات باسيني، الباسينيان كورباسل اللي بتحس بالذبذبة او الفايبريشن او الاهتزاز، متوزعة في اماكن كتير، في منها الالاف طبعا على في كف في الجلد، وطبعا الجسم كله فيه باسينيان كورباسلز، بس المناطق اللي بتحس بالضغط والذبذبه زي الايدين بالظبط كده هتلاقي فيه الاف من مجسات باسيني. المجسات دي لازم تكبر وتتطور وتتقدم مع الحركه، كل ما بتمارس مهمة اللمس والضغط والتحرك، كل ما بتمارس وظيفة فيها دقة عمل ودقة أداء، كل ما المجسات دي بتتطور عشان تناسب الوظيفة. المجسات دي بتعمل إيه؟ بتبعت إشارة كهربية للمخ علشان المخ يعمل إيه؟ يطور الدورة الدموية في الإيدين، ويطور وصول الأكسجين، ويطور أو ينمي العضلات، وينمي العظمة، وينمي الأوتار عشان إيه تقدر تأدي الوظيفة. ده اللي بنسميه نظرية التطور مناسبة الوظيفة أو adaptation. لازم الجسم ينمو بحيث إنه يقدر يأدي الوظيفة اللي هو هيقوم بها، والأجسام والمخلوقات بتتطور مع الوقت. طبعا نظرية داروين الطيور قدرت تطير لأنها اتدربت او احتاجت كان في هواء، واحتاجت الاطراف بتاعتها تحولت لأجنحة نتيجة عملية الفيدباك. الفيدباك اللي هو العلاقة بين المخ، مخ المخلوق او المركز التحكم العصبي للمخلوق والاطراف او الجلد. الجلد بيعتبر اخطر واهم جهاز في جسم الانسان، لان الجلد زي ما انت شايف كله مجسات. المجسات دي بتاخد الإشارة من البيئة، من المنطقة اللي حوالين الإنسان، من الهواء ومن الجو ومن الحاجات اللي الإنسان بيحط إيده عليها وبيلمسها، وبتوصل المعلومة للمخ. والمخ لازم يخلي المخلوق يتطور بحيث إنه يناسب البيئة اللي عايش فيها والوظيفة اللي هيقوم بيها. السمك اتعلم إنه يعوم، الإيدين بتاعت السمك اتحولت لزعانف. الإنسان اتعود يمشي على الأرض فاضطر يمشي على رجلين اتنين ومبقاش فيه أجنحة ولا زعنف، وهكذا. فالمجسات اللي انت شايفها دي اسمها مجسات باسيني، هي اللي بترسل إشارة للمخ، بتقول للمخ الإيد بتلمس ايه ومكانها فين. الكلام ده بينطبق على الرجلين، ده السولز بتاعت الأقدام، القعر أو المنطقة السفلية من الأدم، زي ما انت شايف الأصابع الأدم فوق وده الجزء الخارجي من الأدم، دول أدمين محطوطين جنب بعض اليمين والشمال. ولو بصيت هتلاقي كل النقط البيضة دي مجسات باسينيان كورباسل. وطبعا الأشياء الرفيعة اللي جوه دي الدورة الدموية أو الألياف، وزي ما انت شايف الأعصاب الطويلة اللي بتوصل من الصوابع ماشية بطول الأدم. والمجسات باسينيان دي هي اللي بتحس بذبذبة الأرض ووزن الجسم، وهي اللي بتخلي الإنسان يقدر يوزن نفسه على الأرض. بتاخد إشارة من منطقة التلامس بين القدم والأرض وبتبعت الإشارة للمخ، والمخ بياخد قرار إنه
يوزع العضلات ازاي، يخلي انه عضله تنقبض بحيث الانسان ما يسقطش على اليمين، ما يسقطش على الشمال، ما يسقطش لقدام، ما يسقطش لورا. فدي اعصاب او مجسات الحس بالذبذبه اللي موجوده في الاقدام. واحنا قلنا ده الكلام ده كله عشان نعرف ازاي الطفل بيحاول يقف. تقدرش تبص للطفل كده وتحاول تحلله من غير ما تعرف الطفل ده بيعمل ايه. واحنا قبل كده تقدرش تبص للطفل وتحاول تحلله بالنظر من غير ما تعرف الطفل بيعمل ايه. والتشريح المبسط ده مقطع من الجلد اللي فوق، ده سطح الجلد وداخلين تحته طبعا، ده مكبر قوي يعني، انت عندك ملايين من ملايين من المجسات دي موجودة على سطح الجلد. الجسم البشري بيعتبر اكبر آلة معقدة في الطبيعة. خلي بالك ان انت جلدك زي عينيك، وهي الجلد بيبص وبيحس وبيلمس. انت عندك هنا اربع مجسات واحنا شرحناهم قبل كده، المجس بتاع ميزنر كورباسل او بيسموها الكروية، الكرة بتاع ميزنر دي بتحس باللمس الخفيف اللي هي عاملة زي الجزر الطويلة او الخيارة اللي واقفة على طويلة، والخيارة اللي نايمة على الجنب دي الرفيني كورباسل، ودي اللي بتحس بالضغط القوي، واللي واقفة على فوق دي الاربع او الخمس اصابع دي الميركل ديسك، وده اللي بيحس بالضغط الخفيف على مساحة من الجلد. وتحت خالص الباسينيان كورباسل او مجس الذبذبات، وكلهم متصلين بالاعصاب زي ما انت شايف، كل واحدة طالع منها عصب، والاعصاب كلها ماشية في حزمة اعصاب، وحزمة الاعصاب هتروح للمخ وتقول للمخ، هتقول له الضغط العالي قد ايه، ضغط اللمس، الضغط الخفيف قد ايه، اللمس الخفيف والضغط الخفيف المتوزع قد ايه. وهنشوف بعد كده مجسات الالم ومجسات الحرارة. فالجلد بيعتبر بالظبط زي العينين، بس بيوصل للجسم معلومات التلاصق والذبذبات. وهنا احنا خدنا مقطع من الجلد وفي نفس الاربع مجسات اللي احنا خدناها قبل كده، اللي هي الميزنر والباسينير والميركل والرافيني. حاجتين الجداد هنا اللي مش موجودين في الدياجرام اللي قبل كده هو نهاية الاعصاب الدقيقة اللي هي موجودة تحت طبقة الجلد برا قبل ما نخش في طبقة الدهون، قريبة قوي من سطح الجلد. دي بنسموها نهايات الاعصاب الحرة، ودي اللي بتحس بالالم والحرارة. والشعر، مجسات الشعر اللي هي موجودة على جذر الشعر، ودي اللي بتحس بالحركة الشعر والحرارة في الشعر وكل شيء خاص بالشعر. وفي المخلوقات اللي هي ممكن يوقف شعره، المجسات دي بتعمل تقلص للعضلة بتاعت الشعر، خلي الشعر يقف. وانت طبعا اي انسان بيمر بالظروف لما الدنيا بتبرد، تحط ايدك على جلدك تلاقي جلدك كله عامل زي جلد الوز او البط، تلاقي كل حويصلات الشعر على جلدك اتملت، وايدك كانك بالظبط حاطط ماشي ايدك على طبقة من الرمل. كل الشعر بينقبض في ظروف معينة، ظروف الخوف، ظروف البرد، وهكذا. دي المجسات اللي موجودة في الجلد، في منها ملايين الملايين من المجسات على سطح الإنسان. نرجع بقى نشوف فريدة بتعمل ايه، بتحاول تقف. نمسك صورة صورة، الصورة الأولانية أنا بقى كأنها بتحاول، بص كويس هتلاقي ودانها الاتنين الأذنين في مستوى واحد، يعني جهاز التوازن اللي هو موجود في الأذن اللي احنا بنسميه الفيستبيول، اللي هو فيه ثلاث دوائر مائية او ثلاث اسطوانات مائية متعامدة على بعضها، ده اسمه جهاز التوازن. بصيت عينيها كده هتلاقي وزن عينيها الاتنين في نفس المستوى ودانها الاتنين في نفس المستوى. ظهرها افقي. هي بتعمل ايه بالظبط؟ بتحاول الرجلين، لو بصيت على طراطيف الاصابع الرجلين في تقلص في عضلات الرجلين القدم، بحيث ان هي رفعت الكعب عن الارض. رفعت الكعب عن الارض دي معناها ان في العضلات الخلفيه للرجل السفليه بتتقلص. التقلص ده هو اللي هيبعت اشاره للمخ يحدد قيمه جهاز جولجي،
جهاز جولجي اللي هو بيتحكم في العضلة امتى تتوقف عن الانقباض، وجهاز الستريتش او الشد اللي بيقول العضلة المفروض ترقبض قد ايه. خلي بالك ان هنا صيت كويس على القدم وعلى الركبة وعلى الفخذ، في جهازين بيشتغلوا، جهازين حس داخلين، ده بيعتبر اوتوماتيك او سيلف كنترول اوف ذا كونتراكشن اوف ذا ماسل، او التحكم الذاتي للعضلات الاطراف او عضلات الجسم. فالمجس الاولاني هو مجس الشد العضلي، المجس ده بيحتاج تدريب، بيحتاج سنين عشان يتدرب. فهي دلوقتي بتدرب مجسات الشد العضلي بانها بترفع الكعبه من على الارض، وبالتالي بتعلم جهاز الشد اللي هو موجود في كل العضلات الرفيعه، الالياف العضلات بتاعه اللي هي في السمانه الرجل السفليه وعضلات الانقباض اللي خلف الرجل السفليه، خلف النص التحتاني من تحت الركبه. مجسات الشد كلها بتتعلم هنا تشد قد ايه، ومجسات جولجي بتقول الشد ينتهي امتى. ينتهي امتى؟ لو العضله قبل ما العضله تنقطع ويحصل فيها تمزق لازم توقف الشد. فهي بتعلم حاجتين هنا، بتعلم جهاز الشد اللي هو المسل سبندل، وبتعلم جهاز جولجي. وعايزه تبص كده في عينيها كويس او بتفكر او مخها بيقوم بمجهود، عايزه تعرف تشد قد ايه وتمنع الشد قد ايه. تشد لحد ما العضله تتحمل الشد، واول ما قبل ما العضله تتمزق وتوجعها توقف الشد. بتشد بالسبندل او بنسموه مجس الشد اللي موجود جوه الياف العضلات، وبتوقف انقباض العضلات بجهاز جولجي اللي هو موجود بين العضله وبين العظم. ولو بصيت على ايديها، ايديها بتقوم بعمليه اللمس، الضغط الخفيف والضغط الثقيل. فالايدين لو بصيت على كف ايديها، الايد بتتعلم بتبعت اشاره للمخ بتقول له الايد موجوده فين والضغط اللي عليها كام، والرجلين بتقول له الرجل موجوده فين والضغط اللي عليها كام. لو بصيت كويس هتلاقي رجلها اليمين والشمال بعيد عن بعض قوي، ومعنى كده انها بتشد الادكتورز، الادكتور هي العضلات الداخليه للفخذ. وبالتالي بتقول للمخ، الرجلين بتقول للمخ المسافه بين القدمين كام. دلوقتي انت عندك هنا حركتين، حركه بيسموها الايزومتريك او بيسموها الشد العضلي اللي ما فيش فيه حركه، بحيث الانسان بيبقى في حاله تقلص بس ما بيتحركش، والايزوتونيك اللي هو الانسان يتحرك يتني المفاصل ويتحرك اثناء اداء الحركه. هي دلوقتي بتقوم بحاجه اسمها ايزومتريك او التصلب، بتصلبها جسمها في وضع معين علشان تجبر مجسات الشد ومجسات جولجي والعضلات انها يوصل لها كميه دم اكتر واكسجين اكتر عشان تتحمل التقلص العضلي اللي هي فيه. واهم حاجه هنا لو بصيت في الودنين هتلاقيهم في نفس المستوى، يعني جهاز التوازن هنا بيعمل عمليه حساب بالكمبيوتر، الراس فين والايدين فين والرجلين فين والدم قد ايه اللي محتاج يوصل للرجلين والدم قد ايه اللي يحتاج يوصل للايدين. وفي الوقت نفسه مجسات الضغط الخفيف والضغط المتقدم العالي في الايدين والرجلين بيتقدموا او بينموا تبع الاسترس اللي هي فيه. كل شيء في البيولوجي بيحتاج ستيموليشن او اكتيفيشن. البانديج اللي هي حطها على رجليه هو مش بس علشان يخلي العضلات العظم المفصل يبقى ثابت، هو الحقيقه ما بيأثرش كتير في المفصل، مش عشان بس يلم المفصل. البانديج اللي حطاه في رجليها ده علشان يضغط على الجلد ويخلي المجسات البسيني والرافيني وميركل، كل مجسات الحركه اللي بتيجي عن طريق اللمس بيتضغط عليها بالبانديج فبتنمو اكتر، بتقدر توصل تبعت اشاره كهربيه اكتر للمخ، وبالتالي تبقى عمليه تنشيط زي بالظبط ما يكون واحد عنده يورينري ريتنشن او مش قادر يتبول بول، ينزل بول. لو قعدته في حمام ميه او نزلت ميه جنبه بتلقط او عملت موسيقى هتلاقيه بيقدر ينزل البول اللي هو بيسموه الاحتباس البولي. الاحتباس البولي بتحله ازاي؟ مش لازم تجيب قسطره عشان تنزل البول، ممكن لو مشيت جنبه ميه بتجري او سمعته صوت ميه هينزل البول. ده بنسموه بالظبط عمليه الايه؟ التنشيط العصبي
للجهاز التحكم المركزي بتاع المخ، نشاطه يا اما عن طريق الذبذبات يا اما عن طريق اللمس الخفيف او اللمس الثقيل. وبعدين هي كمان لو قصيت عينيها تلاقيها بتسمع حد، تسمع ماما، تسمع امها، السماع ده يخليها بتنشط اكتر. هنا عملت ايه؟ لو بصيت كويس على الكعبين مرفوعين من بعض والرجلين بعاد عن بعض، الكعب المرفوع معناها كل الكاف ماسلز والسوليس ماسلز اللي هي العضلتين اللي ورا السمانة والعضلة اللي تحت السمانة اللي هما بيرفعوا الكعب من فوق، العضلتين دول حطاهم هي في حالة اسمها ايزومتري كونتراكشن، يعني التقلص الثابت ما تتحركش، هي شدهم الشد ده بيقوم عامل ستريس او بيعمل ضغط على الاعصاب وبيبعت اشاره للمخ بيقول للمخ المنطقه دي فيها شد، عايزك تبعت لي دم قد كده واكسجين قد كده، وعايز المنطقه دي تبقى قوتها قد كده في المستقبل. وبعدين لو بصيت على ودانها الاثنين هتلاقيهم في نفس المستوى ورافعه راسها لفوق، ليه؟ مخليه جهاز التوازن، حس ان راسها في حاله افقيه. كل شيء في الانسان لازم يبقى الودنين في حال الودن اليمين والشمال في مستوى افقي. وبصيت على ايديها الاثنين، في ايد الايد منهم ملفوفه بطريقه معينه والايد ملفوفه لسه في حاله بتحاول تلمس الارض، فهي هنا بتشتغل على مجسات اللمس الالتصاق بالارض ومجسات الجولجي اللي بتتحكم في انقطاع التوصيل للعضله وجهاز الاسترتش اللي بيتحكم في التوصيل الكهربي للعضله. يعني انت محتاج هنا حاجتين، محتاج تشد العضلات علشان تعلم المخ ازاي الشد قد ايه، ومحتاج توقف الشد لو حسيت العضله هتتقطع، اللي هو جهاز جولجي بيقوم بعمليه ايقاف الشد العضلي اللي هو بين العضله وبين العظم، وجهاز الشد موجود في كل الياف العضلات. فهي كده بتقوم بعمليه تدريب الاجهزه الاطراف على انها تنمو بطريقه معينه. وطبعا رفعت المقدمه لفوق، رفعت المقعده لفوق خالص علشان تعمل استرتش او تشد عضلات الفخذ اللي هي المفروض هترفعها بعد كده وتوقفها لفوق. كل اللي هي بتعمله دلوقتي بتدرب المناطق اللي هي الحساسه قوي اللي هي الاقدام والايدين عشان تحس بالضغط اللي هي محتاجاه له عشان يرفعها من على الارض. لفت على رجل على قدم واحد بس، القدم الشمال لازق على الارض بالاطراف الصوابع، والقدم اليمين اتلوح ونايم على الارض مش واقف. وبعد كده انها بتقعد تبدل بالرجل اليمين والرجل الشمال علشان توصل للمخ اشاره بان كل قدم من دول بيحتاج اكتر من حركه، بيحتاج يتلف ويشد ويتمط. لو بصيت كويس انها بتدرب مجسات الشد ومجسات جولجي على انها تتحكم في الرجل. ولو بصيت على الشداده اللي حطها او البندج اللي حطها على رجليه، ده ضاغط على الرجل، ده مش بيلم المفصل بس، ده كمان بينشط المجسات الحس الخفيف والحس الثقيل على المفصل الركبه علشان يقول للمخ الركبه دي في حاله توازن قد ايه، محتاجه عضلات قوتها قد ايه. بالك الركبه فيها عضلات اماميه من قدام بيسموها الاكستنسورز، العضلات اللي بتمد الركبه، العضلات الخلفيه الفليكسورز، هامسترينجز العضلات الفخذ الخلفيه، اماميه الكوادريسبس وهي عضلات الاكستنسور بتاعه الركبه، يعني الركبه لازم تفتح وتتقفل بمجموعه العضلات الفخذ وعضلات السمانات النص التحتاني من الركبه. والعضلات دي ما بتتحركش الا بالمجسات الخارجيه، عايز تعرف هتشد قد ايه، فبتحط البندج علشان يضغط على المجسات علشان المجسات تبعت اشاره كهربيه اقوى شويه. بصيت على ايديها هتلاقي ايديها لسه مش عارفه تحط ايديها امتى، يعني هي ممكن تقع على وشها بالطريقه دي، بس لسه بتمرن مجسات الايدين، الايدين لسه ضعيفه قوي. ودلوقتي لو بصيت هتلاقيها حطت عينيها بتبص للارض مش بتبص للامام،
الامام بتاعها دلوقتي هو الارض، وبالتالي جهاز التوازن اللي هو في الودن اليمين والشمال، جهاز التوازن احنا قلنا عبارة عن ثلاث انصاف اسطوانات فيها مية، او تقدر تقول عليها انابيب ملتوية على نص دايرة متعامدة على بعضها. الودن اليمين فيها ثلاثة والودن الشمال فيها ثلاثة، دي اللي بتحدد المستوى الافقي، والرأس وضع الجمجمة في الفراغ. جهاز التوازن هو اللي بيتحكم في الرجلين والايدين والظهر علشان يخلي الانسان يعرف يقف ازاي ويمشي ازاي وما يقعش ازاي. هنا اتغير الوضع، بدأت تعمل حاجة تانية، بدأت تلف راسها. لو تلف راسها معنى ايه؟ بتدرب جهاز التوازن اللي هو بين الاذن اليمين والشمال مع جهاز مع العينين الاتنين. طول ما هي بتلف راسها يمين وشمال بتخلي جهاز التوازن ياخد اشارات مختلفة من الاقدام، لكن في ادم منهم واقف على تقريبا اطارف الاصابع اللي هو بيسموه النكلز. النكلز هي القواعد بتاعة الاصابع الرجلين، والرجل التانية مرفوعة شوية عن الارض، ولانها لف راسها بطريقة معينة على ايه، على الناحيه اليمين، فلو بصيت على رجليها هتلاقي رجليها اتغيرت لان راسها اتغير. تلاقي صوره بعد كده هتلف راسها الناحيه الثانيه. بتعمل ايه هي؟ بتعود جهاز الاحساس الخاص، جهاز الاحساس الخاص اللي هو العينين والاذنين واللسان، اللمس الحس باللسان، والانف اللي هو الشم، الاحاسيس الخاصه. الاحاسيس العامه هو جهاز الضغط على الارض بالرجلين والايدين، والضغط الخفيف بالرجلين والايدين، والبندج اللي حوالين ركبها، والصوت اللي بتسمعه من امها او اللي حواليها. كل المؤثرات دي الجلد بيحس بيها، والعين بتحس بيها، والاذن بتحس بيها، بتوصل للمخ، والمخ بيقوم بعمليه الكمبيوترايزيشن، الكالكوليشن، الحسابات، يخلي انه عضلات تقوى وانه عضلات تتوازن. التوقيت هنا مهم، العضلات لازم ترتبط بطريقه معينه بحيث المفاصل تتمد وتشد بنسبه معينه. كل تدريبها دلوقتي على اخطر شيء في الجسم هو القدم السفلي. القدم لازم يحس كويس بالارض وسمانات الجاستروكنيمياس او عضله السمانات، وتحتها السوليس، عضلات القدم اللي بتتحكم في حركة القدم. دي اخطر عضلات في الجسم. الانسان في حاجتين في منتهى الخطورة، الانكل او المفصل بين القدم والرجل، والريست اللي هي المفصل بين الايدين والذراع، ودول اهم مفصلين في الجسم. القدم، مفصل الانكل حكم في القدم، ده بيحكم علاقتك مع الارض، مع الكرة الارضية، بتقف بتمشي ازاي وانت واقف. والريست او الرسغ الايدين بيحكم علاقتك مع الاشياء اللي هتلمسها. هي دلوقتي بتمرن الاتنين، بتمرن مفصل القدم، الركبة والركبة، ومفصل الرسغ الايدين. هتعرف بتلمس الارض ازاي بايديها، وبتقف على الارض ازاي برجليها. هنا قامت بحاجة تانية، غيرت خالص. اهم حاجة ان هي بتلف راسها علشان تسمع الصوت. الصوت خلي بالك، الاذن بيقوم بوظيفتين، السمع الصوتي، تلف راسها عشان تشوف الصوت جاي منين، عشان عايزة تعرف تقف ولا تكمل. تقف ازاي؟ تقف بالجولجي اورجن. وتكمل ازاي؟ تكمل بالمسل ستريتش. كل عضلة في الجسم فيها الاتنين دول. جهاز التحكم في الشد اللي بيسموه المسل سبيندل او المغزال العضلي، اللي هو مجس تعليم الحركة
عدد العضلات على اللي هي المفروض تشد عشان تناسب القوة الإنسان بيطور، وجهاز جولجي اللي بيخليها تبطل الشد امتى وتنهي الحركة. هي بتبص في الوقت بعينيها لأمها عايزة تشوف اللي بتعمله ده تكمل فيه ولا توقف فيه. الرباط اللي حوالين ركابها ده اللي بيبعت إشارة للمخ بيقول للمخ الركبة دي فين. الإشارة بتيجي ازاي؟ بتيجي من المجسات اللي تحت الجلد. ولو بصيت دلوقتي على القدم هتلاقي القدم مش موزون قوي، في قدم اللي هو المفتوح بعيد قوي نايم باطش على الأرض، والتاني باطش على الأرض لأنها رفعته قبل كده، هترفعه شوية وتنزله شوية. الوضع اللي هي فيه ده اسمه ده ايزومتريك. ايزومتريك معناها ان هي واقفه بس وما بتتحركش وشده جسمها. الشد بيبعت كميه دم اكتر للعضلات واكسجين اكتر لحد ما العضله تتعب على الاخر. حاجه من الاثنين، يا اما هتضطر تقع لو هي ما تقدرش تنزل بالراحه وهترمي نفسها على الارض، وبعدين العضله دي اللي هي حصل فيها شد وصلها اكسجين بتحتاج كام يوم عشان تنمو. لما تنمو بترجع بألياف عضلية أقوى شوية، دورة دموية أقوى شوية، وجهاز عصبي أقوى شوية، وبالتالي واحدة واحدة خطوة خطوة رجليها هتكمد وهتقدر تقف. ولو بصيت على ايديها وكتفها لسه صدرها كتفها الاثنين كتفها لسه مش قادر ترفع كتفها لأنها مش قادرة ترفع كتفها فوق لأن لسه الجهاز العظم ما حصلهوش نمو كامل والعضلات ما حصلهاش نمو، بالتالي المخ ما يقدرش يوصل، المخ ما يقدرش ياخد كمية دم كفاية من القلب، لان عشان المخ يوصل له دم لازم الصدر يبقى قوي يقدر يبقى واسع يقدر يعدي الشرايين الدم من القلب للمخ. فهي كده بتشتغل على حاجتين، بتشتغل على الجهاز الفقرات الظهر طول ما هي واقفة وبتقع وتقف وتقع الفقرات هتبقى قوية والعضلات هتقوى كل يوم. الصورة دي مش بتبص لورا، بتبص لقدام، وزي ما انت شايف راسها ساقطة جوه تحت على رقبتها، واضح ان هي بتركب ركزة في حاجة، وعشان هي مركزة لو بصيت على رجليها من تحت الأقدام هتلاقي كعب مرفوع من فوق، ومش بتبص الوقت لأمها ورا زي الصورة اللي قبليها. مسألة انها رفع الكعبين من على الارض معناها ان بتقوم بعملية تقلص السمانات اللي ورا رجلين الرجل السفلية. الرجل السفلية ازاي بترفع انت القدم؟ بترفعه بالعضلتين الجاستروكنيمس اللي هي سمانة الرجل التحتية، والسوليس اللي هي تحت مصل اللي هي تحت السمانات. طول ما هي رفع القدم من الكعب من على الارض السمانات دي بتقوم بعملية التقلص، التقلص العضلي الثابت اللي هو الايزومتريك. هي ما بتحركش الركبة، هي بس فتح رجليها ووقفة. الايزومتريك ده مهم جدا انها بتقوي العضلات، بتدفع كمية دم اكتر واكسجين اكتر، وبتقول للمخ العضلات دي محتاجة تقويها لي باسرع ما يمكن عشان هستخدمها في الوقوف. ولانها بتقوم بعملية التقلص والتقلص صعبة وبتقلم منها، بص تلاقي رجليها ايديها الاثنين ماسكه على الترابيزه والاثنين متوازيين معناها موزعه جسمها كويس قوي على الايد اليمين والشمال، وراسها غطسانه في على الصدر مش بتبص لورا. دلوقتي هي مشغوله بمهمه خطيره جدا، مهمه الايزومتريك كونتراكشن او الشد العضلي الثابت لاخطر حاجتين في الجسم هو القدم اليمين والقدم الشمال. هنا تحس انفرجت الازمه، الازمه انفرجت تمام. بص كويس كده هتلاقي القدمين الكعب واقع على الارض، نايمته على الارض مستريحه، الركبتين التانوا شويه مستريحه، والانقباض السمانات انتهى خالص لانها واقفه دلوقتي. وبص كده هتلاقي رفعت راسها بتبص للسما لانها دلوقتي زي ما كانها بتحتفل بتقول اوه، مبسوطه قوي انها قامت بمهمه الايه؟ الكونتراكشن الايزومتر. دلوقتي هي مستريحه بتعمل ايه؟ اهم حاجه هنا عايزه تجيب الراس فيرتيكال، راسي فوق القدم. لو انت بصيت من جنب هتلاقي راسها بالظبط واقفه فوق القدم
وما بتحاول ما تعملش اي تقلص، بس بتحاول تبقى ثابته في وضع التوازن الراسي، انها تقف من غير ما تعمل تقلص، لان الادمين بعاد عن بعض. عشان تجيب الادمين جنب بعض وتقف بالطريقه دي هتلاقيها تقع على طول، لان راسها كبير. عضلات التوازن بتاع الظهر والرقبه والرجلين لسه ما حصلش نمو. الانسان بيقف ازاي على رجليه وبيرفع راسه فوق؟ مجسات الرقبة أهم شيء، الرقبة اللي هي المكان اللي بين الرأس والصدر، مجسات الرقبة لازم تقول للمخ الرقبة فين بالنسبة للجسم، أو الرأس فين بالنسبة للجسم. مجسات الفقرات الظهر لازم تقول للمخ الفقرات فين بالنسبة للخط الرأسي. مجسات الضغط عند البلفس اللي هي الهب أو المفاصل، المفصل بين الرجل والعمود الفقري أو المقعدة. مجسات الأرض وقت هنا الصورة دي بالذات بتحاول هي تقف على رجليها من غير ما تتني حاجة، وعايزة تشيل ايديها من على الترابيزة وتشوف نفسها هتقع ولا مش هتقع. سيطر على الادم، الادم بيقول لك ان هي بتحاول تقف وقوف ذاتي من غير اي تقلص. هتحاول هتجرب مرة تحط ايديها وتشيل ايديها، تحط ايديها وتشيل ايديها لحد ما تقدر تقف من غير ما تعمل اي تقلص عضلي.